السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الأربعاء 13 جانفي وفيديو جديد إن شاء الله. اللي كيشوفوا الإخوان ديما كنقولها اللي كيشوفوا الإخوان الشورت اللي كنكتب هضرت اليوم على المناخ, هضرت اليوم على تغير المناخ وحطيت واحد الفيديو, واحد الشورت صغير, واحد الفيديو صغير صورته في الخدمة عندنا. كنا كنسقيو كنسقيو الغولف. غريب الامر ولكن كنا كنسقيو شهر 12 حنا معمرنا ما سقينا. دابا انا تقريبا انا غادي 16 سنه, قررت نكمل 16 سنه وانا خدام هنا, معمرنا ما سقينا الغولف في شهر 12. دائما عاكي يدخل شهر 11 كنسدو الماء, الماء تيطرق ما كيبقى لا سقي ولا محزن, حتى كتبقى تسنى حتى شهر 4. علاش؟ المهم الشتا حيت كطيح وكيكون البرد, وملي تيكون الجو بارد بزاف ما كتكونش الحراره, الغازو ما كيحتاجش الماء, كيبقى محافظ على ديك الرطوبه اللي عنده. دابا شنو دابا شنو وقع؟ دابا درجه الحراره غادا كترتفع. السيمانه اللي فاتت وصلنا حتى ل 19 درجه الاخوان, كما كنقول لكم 19 درجه في شهر 12. هنا ما عمرها ما عمري انا مش دابا 20 عام عندي تقريبا هنا, ما عمر 19 درجه ما عشتها في شهر 12. والسيمانة اللي فاتت وصلت شهر 12 ودابا راه الجو عندنا, الجو عندنا شنو نقولكم ربيعي. الجو عندنا بحال راك دابا في شهر, في شهر 3 هنايا ولا بحال هكا في شهر 3. وكنسقيو الاخوان, قال لك مره دابا اللي عندنا اللي كيسير قال لنا مره خصنا نبقاو نسقيو تقريبا مره في السيمانه ولا كل ولا جوج مرات ثلاثه المرات في الشهر خصنا نسقيو العام جميع. هاد فصل الخريف فصل الشتاء كامل, المهم ملي كيوصل فصل الربيع راه صافي يشبع راسك, راه كتبقى تسقي صافي. هذا شنو السبب ديال هاد الشيء؟ كما قلت لكم الاخوان هو تغير المناخ, المناخ تبدل. المناخ شوف الاخر في وقف وتا الطونوبيل بعيدة عليك كيلومتر واقف وزيدها صافي ناري. كاين شي ناس اخويا ما عرفتش فين كيشدو البيرميات, خصوصا العيالات والناس الكبار في السن. العيالات اخويا كيديروا واحد السوق كيخافوا بزاف, تيخافوا بزاف ماشي ما كيعرفوش يسوقوا, تيخافوا بزاف. كاين فرق ما بين كتعرف تسوق وكتخاف, وديك الخوف اللي فيهم مبالغ فيه, ماشي كلهم. كاين شي وحده راه كتشوفها غادا بالطونوبيل كتلعب, ولكن بصفة عامة كيخافوا في السوق. دابا كتوصل نتا الرون بوان ما خصكش تسوق, على ما كان تا واحد ما خصكش توقف, هما تيوقفوا. ولا مثلا كان الطونوبيل بعيدة عليك ما خصكش توقف, زيد الطونوبيل باقا بعيدة ما تشدكش علاش نتا كتوقف؟ كتوقف عا كتعرقل السير. هادشي اللي كيوقع كما قلت لكم الاخوان, خرجت على الموضوع. السبب هو تغير المناخ, مع الاسف هو تغير المناخ. والعلماء تيقول لك هذه فقط البداية, هادشي اللي كنعيشو دابا فقط البداية, واللي جاي الله يحفظ الله ينجينا والله يجعل الله سبحانه وتعالى تبدل الأمور ويتبدل الجو, حيت مبقيناش كان مع الأسف مبقيناش كان مياه. دابا أنايا من هاديك العامات الأولى اللي وصلت لهنا لإسبانيا راه كان درجة الحرارة بعض المرات كتوصل ناقص 8 شهر 12, ناقص 8 ناقص 7 ناقص 6. واحد المرة أنا عاقل هذاك النهار ما ننساش, انا غادي وكتحس براسك ورجليك وركبيك غيجمدوا ناقص 8. انا كنت عاقل, انا مسجله كتبان لك راه في الشارع ناقص 8, شتي كتحس براسك ورجليك غيجمدوا. انت راه في الجسم ديالك راه ما فيكش البرد, ولكن لما كنتش لابس شي صباط صحيح شي تقاش صحيح في رجليك تيبان. هذاك النهار انا حسيت بالبرد في رجلي وركبيه, حتى نوري هنا غادي نجمد, هنا غادي نجمد. دابا فين يا ناقص 8؟ ما بقاتش كتوصل. هاد العام انا وصلت ناقص 2 ولكن شحال شي يومين ولا شي 3 ايام صافي, والجو ولا من بعد هادي هادي, درجة الحرارة كتوصل 15 بعض المرات 14 12 10, ما بقاتش ديك يلا في الليل اللي كتهبط شوية درجة الحرارة. هادشي مع الأسف شكون دابا, دابا الشتا غدا وكتقل الثلج غادي تيقل, مابقاش كيطيح الثلج بزاف, الثلج اللي هو مصدر ديال الماء اللي كيعمر السدود. حاجه اخرى والسقي, بنادم ولا كيسقي؟ دابا انت فصل الشتاء وكتسقي, يعني اش كيعني هذا؟ يعني مصاريف كتزاد عليك, مصاريف كتزاد عليك. والعوض ملي كنتي لهادي شحال كتسقي مثلا مع
من شهر 4 وجر حتى لشهر 10 النص ديالو، دابا راه تزيد تقريبا العام كله انت كتسقي، غتولي شنو الفاكتور تزاد، المصاريف تزاد. انا شفت الاخوان فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، الناس الفلاحه صافي ولاو كيسقيو، مابقاتش ديك نتسنى حتى طيح الشتا ولا والو، الناس داروا البيير، كاين السدود اللي مابقاش فيهم الماء، ولا صافي المياه الجوفيه. هنا في كاين الخطر، في كاين المياه الجوفيه، المياه كتولي دابا استغلال ديال المياه الجوفيه بطريقه مكثفه، وكيولي الاستهلاك ديال الماء بزاف كثير بزاف. يلا زيد دابا اش تقول لهذا، كيولي الاستهلاك كثير بزاف ديال الماء، والمياه والفرشه المائيه كتبقى مع الاسف ما كينقص، هذا هو الواقع مع الاسف، الفرشه ديال المائيه كتاكل العصا والماء تيقل. الا ما طاحت الشتاء والاستهلاك كيتزاد، ولا دابا الفلاحه العصريه ولا استهلال كوتا كوت ولا استهلاك بزاف، وانت العام كامل وانت كتسقي، عام كامل وانت كتسقي والشتاء ما كطيحش، يعني داك الماء اللي عندك راه هذا مثلا عندك 100 مليون طن في ديك واحد المساحه معينه، هذيك غتبقى غادا وكتنقص غادا وكتنقص غادا وكتنقص عام على عام، ولا ما طاحتش الشتاء يجي واحد الوقت اللي راكم شفتوا في المغرب دابا الماء، دابا الماء ولاو كيديوه من داروا واحد القناه، قناة كبيرة كتدي الماء من سابو، من نهر سابو، سابو في كاين بلادي الغرب، منطقة الغرب من تما، وكيمشي حتى للرباط، كيمشي حتى لنهر أبو رقراق، حيت مابقاش الماء، حيت مابقاش الماء في نهر أبو رقراق، وفي داك السد كيخوف في السد، تيديو للسد، داك السد اللي قريب للرباط، ما مديكش ما عارفش أنا داك السد فين جا، ديك المنطقة تما منين كيديو الماء للرباط، ودوك المدن اللي دايره في الرباط، تمارا وداك الشيء وعين عوده وسلام، المهم دوك كاع ديك المنطقه دوك المدن اللي تما. هاد الشيء علاش؟ شنو السبب؟ هو الشتا اللي مابقاتش كطيح. علاش الشتا مابقاتش كطيح؟ المناخ كيتبدل، المناخ غادي كيتبدل، دابا هاد الشيء اللي ولا دابا الجفاف، ولا تجيك شي عاصفه وكيطيح الشتا، ديك الشتا مثلا 5 دقائق ولا 4 دقائق وكتخليها الفيضانات وكتمشي وكتسد. هذا هو المشكل، شي كله السبب ديالو، السبب ديالو بطبيعة الحال التلوث، التلوث ديال السيارات، ها هما سايق وحده، السيارات، الطائرات، وبالخصوص بالخصوص نقولو نعاودها، الباخرات، الباخرات اللي كيديو السلعه، كيديو السلعه واللي كيهزو المسافرين، الباخرات راه ما نقدرش نوصف لكم الاخوان شحال كاينه ديال البطوات، البطوات هاد الناقلات الضخمة ديال كاين ديال البترول وكاين ديال اللي كيهزو السلعه، راهم كاين عدد كثير بزاف، عدد كثير بزاف ديال الباخرات هادو، قال لك كيلوتو بواحد الطريقه لا تصور. والطائرات، الطائرات راهم كاينين بزاف، الطائرات راه كاينين بزاف. عطيكم مثال دابا هنا في برشلونه، مطار ديال برشلونه تقريبا كل جوج دقائق طياره اما كتهبط ولا كتطلع، كل جوج دقائق، وتعرفوا الطيارات التلوث اللي كيرخيو، وتعرفوا اخوان هذا الشيء، لا هذا هو السبب، هذا هو السبب. وزيد عليها معامل، معامل كاين معامل اللي كتلوث بزاف، المعامل اللي كتلوث بزاف اللي ما كتحافظش البيئه، كتحافظش على البيئه. داك الشيء علاش دابا ولاو كيشجعوا على الطاقه البديله، وكيشجعوا على السيارات الكهربائيه، وكيشجعوا على الحافلات الكهربائيه وكل ما هو كهربائي، ولكن دابا مع الاسف فات الفوت، وكاين اللي ما مسوقش، كاين اللي ما باغيش كاع يدخل في هذا المجال ديال الطاقه النظيفه، كاين اللي ما مسوقش كاع ما عندوش هو، كاين واخطر من هذا، كاين سياسيين جميع الدول ديال العالم، وكاين رجال اعمال، وكاين ناس عاديين اللي ما كيامنوش بالتغير المناخ، تيقول كل هذا الشيء كذوب فيك نيوز، ما كاين لا تغير المناخ لا والو، كاين الناس اللي كيامنوا به، كيامنوا هذه الافكار ديالهم، وكيشجعوا على البترول، على الغاز، على ليسونس، على المازوت، على داك الشيء المواد اللي كتلوث، وما مسوقتش هما للبيئه، ما كيامنوش ب سميتو، كاين دي لوبي، كاين دي لوبي، يقدر يكون هو راه عارف راه بصح كاين تغير المناخ وما مسوقش هو، علاش؟ حيت المصالح ديالو، حيت المصالح ديالو ماشي تما، ماشي في السياره الكهربائيه ولا في الحافله الكهربائيه ولا في الشاحنه الكهربائيه، المصالح ديالو في البترول والغاز، مع الأسف، مع الأسف. هذا هو الفيديو الإخوان،
والنتيجه ديالو كما قلت لكم الفلاح ملي يولي يسقي ماشي على المراه كيقل، يعني راه الفلاح راه معايا اش يبقى له اش يولي يدخل اش يبقى له ملي يبقى يخسر يبقى ديما داير الموطور وباش كيسقي باش كيسقي حيت ما كاينش الماء كيدير في الاخر اش يبقى له الفلوس تمشي له كلها في ليسانس المازوت. هو هذا الاخوان، شكرا لكم، تهلاو فراسكم والله يعاونكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.